السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ معاكم ديرت، واليوم راجعين لكم التوب 5 في الأسبوع الثاني كلان انزكس. والله العظيم يا شباب اللقطات أسطورية، ونشوف من معانا بالمركز الخامس. المركز الخامس معانا الأسطورة كلفكس ما باستوديو توقع، معاه الاكس بي ار والسموك، يجيب سنجل الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. أهنيك يا بطل. ونشوف معانا بالمركز الرابع، المركز الرابع معانا اسطورة ديزكس. خلينا نشوف ايش يسوي ديزكس. يصعد فوق، شوف العدد من بعيد، يجرب انفنتي فيد وجاب الوحش. والله كفو، هنيك والله. خلينا نشوف بلك الكام. شوف قال خلينا نجرب انفنتي فيد من بعيد ويجيب العدد كروس ذا ماب. والله وحش، لقطة اسطورية والله، هنيك. نشوف معانا بالمركز الثالث، المركز الثالث معانا الأسطورة روان. خلينا نشوف شو يسوي هالأسطورة. ويشوف العدو ما بنفكشن يفلشه يصعد. بغى يطيح، ما ادري شو يسوي، حركات فلاش يسوي كار سواب، ما ادري شو يسوي بالشات جان ويجيبه. والله كف عليك والله بطل، هديك والله. خلينا نشوفها بالإعادة، يجرب على الحركات هذه، شات جان كار سواب. والله وحش، هنيك والله. وخلنا نشوف من معانا بالمركز الثاني، معانا الأسطورة فكساي. خلنا نشوف ايش يسوي. بلاك اوبس 3 ما بيباك، يرمي بالعدو، يجي ينتظر يطلع ويلمح العدو، قال خلني اجرب عليه حركة. وهنيك يا بطل، والله كفو عليك، كفو والله. خلنا نشوف بالإعادة ايش سوى. والله ما شاء الله عليه، شو السرعة هذه، شوف شوف الحركات. والله كفو عليك، اهنيك يا وحش. وكروس ذا ماب بعد، والله وحش، اهنيك والله. ونشوف من معانا بالمركز الاول، المركز الاول معانا الاسطورة جزي. هنشوف ايش يسوي. اتوقع قلت اسمه صح. كروس ذا ماب ويجيبه. الله عليك، والله كفو. المركز الاول جزي جزي كفو جزي. وبس يا شباب وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى وأتمنى كفو تدعم كلان انزكس. وبس، السلام عليكم.